قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا أيها المبارك إجماع. ثم جاء ما هو أخص منه، يعني يصطفى من القرآن، فقال جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين. في الأول قال ماذا اقرأوا؟ أجيبوا القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة ماذا؟ شفيعا. هذا القرآن كامل يأتي شفيعا. ثم خصص قال: اقرأ الزهرين البقرة وآل عمران، فإنهما أي البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صلاة يحاجان عن أصحابهما. كم ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة تشبيهات. وليس قوله عليه الصلاة والسلام أو، هذا شك، هذا ليس بشك، قال كأنهما غمامتان أو غلايتان أو فرقان من طير صلاة. فأما قوله عليه الصلاة والسلام كأنهما غمامتان، الغمامة ما يذلك عن الشمس الصحابة المعروفة وتكون رقيقة وهي أبعد، والغلاية ما يستظل به الملوك، ما يستظل به الملوك وهي أدنى من الغمامة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أو فرقان من طير صواب، هذه كانت ظلة على سليمان عليه السلام، فكانت الطير تظلله، أي هذا لم يعطى إلا لمن؟ إلا لسليمان. فأصبحت كم حالة؟ ثلاثة أحوال. فأما قوله عليه الصلاة والسلام كأنهما غمامتان، هذا لمن قرأ القرآن ولم يتدبره. وأما قوله كأنهما غلايتان، لمن قرأ القرآن وتدبره. وأما قوله كأنهما فرقان من طير صواف، فأنا أقول اثنتين وقولوا أنتم الثالثة، لمن قرأ القرآن وتدبره وعلمه. لمن قرأ القرآن وتدبره وعلمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد الزهراوين، قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها أي تلاوتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة، أي السحر على أحد التفسيرات. ظاهر هذا؟